التوعية، التحسيس والتعقيم هي الأسلحة الكفيلة بوقف تفشي الوباء، وهي من ضمن مبادئ الحملة التي باشرتها المقاطعة الإدارية لسيدي محمد، والتي جندت لها كل الإمكانيات المادية والبشرية. مادام ما كاش يعني الدواء لهذا الكوفيد 19 هذا، لهذا المرض هذا، هي الحماية أول شيء. مازال الناس تقارب، مازال تخامس، مازال تسلم، مازال تعنق، مازال كاين دي مونطاليتي يشربوا قهوة واحدة. هناك عمليات تحسيسية في المدارس مع بتنسيق مع جمعية المسعفين للجزائر الوسطى، وين كل مواطن، كل تلميذ يدي ملصقة، يقرأ ملصقة ويديها لداره باش يبلغ الرسالة. العملية ستمس جل بلديات الجزائر الوسطى، وستتواصل ليلا بعد بداية الحجر وانعدام الحركة المرورية. في إطار مجابهة ومكافحة جائحة الكورونا، سطر برنامج خاص بعملية تعقيم وتطهير وتنظيف على مستوى المقاطعة الإدارية لسيدي محمد، حيث انطلقت مؤخرا عملية تعقيم كبرى الأسبوع الفارط، سميلات البلدية الأربعة، واليوم هو انطلاق عملية كبرى على مستوى بلدية الجزائر العاصمة، حيث سخرت لها كل الوسائل المادية والبشرية. الوقاية هي الدواء الوحيد لمجابهة الفيروس الذي لا يزال يسجل أرقاما مخيفة في عدد الإصابات والوفيات.